بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة الرئاسة. حلقة جديدة، مواضيع مختلفة نتطرق لها في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي نافذة الرئاسة. فالمشاهدين الكرام، السلام عليكم. الانتخابات بمختلف أنواعها بالبلاد، انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية، هذا هو أهم ما جاء في الاجتماع الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو مع أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإطار الوطني للحوار السياسي. اجتماع ناقش مختلف المواضيع المتعلقة بهذا الأمر. أسبوع كمهلة وجهد من أجل تقديمه وأخذ المسؤولية هو ما طوى صفحة هذا الاجتماع. في الوقت الذي تتحدث فيه مختلف الأطياف السياسية في عملية إجراء الانتخابات من عدمها بالبلاد، ها هو فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو حامي الديمقراطية يلتقي بأعضاء الإطار الوطني للحوار السياسي واللجنة المستقلة الوطنية للانتخابات، وذلك بغرض معرفة ما توصل إليه الطرفين في هذا الملف رغم وباء جائحة كورونا. الاجتماع الذي حضره وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية محمد إسماعيل شايبو ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني، قدم من خلاله فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو أهم النشاطات الفنية والقانونية التي انطلقت من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة بالبلاد مع نهاية هذا العام، لكن فيروس كورونا أوقف النشاطات. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو قال يجب علينا العمل والتفاني في هذا المجال لإزالة التحديات المتعلقة بإجراء الانتخابات بالبلاد، مشددا بأن هذا اللقاء سيحدد طرق ووسائل إجراء الانتخابات لأنها حق دستوري للشاديين، كما نشد الطرفان إلى القيام بدورهم. رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كودي محمد أكد بأنهم يعملون جاهدين من أجل الخروج بجدول عملي يسمح لهم إجراء العملية، لكن هناك تأخر لوصول المعدات اللوجستية خاصة تلك التي تتعلق بالعملية الإحصائية، هو ما حال دون ذلك. لكن رئيس الإطار الوطني للحوار السياسي سيد فيليكس انتقد عملية التأخر من طرف السيني وأكد نيتهم في العمل معها على إجراء هذه الانتخابات، لكن تدخلات مختلف الأطراف من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإطار الوطني للحوار السياسي ملقين اللوم بعضهم البعض، فمنهم من وصف بعضهم بعدم الوضوح والتنسيق ووصف البعض الآخر بعدم الالتزام، إلا أن فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو شجع الطرفين وأكد لهم بأن الحكومة التشادية تبذل كل ما في وسعها بأن تجرى العملية الانتخابية حسب الجدول الذي تحدده السيني بالتعاون مع الإطار الوطني للحوار السياسي بغية تأكيد حقيقة التعهد السياسي للمواطن التشادي. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو قال إن الحكومة سترسل طائرة نقل لترحيل المعدات من هولندا إلى البلاد إذا كانت المعدات سبب تأخير العملية الانتخابية بالبلاد، كما دعا الجميع إلى أخذ مسؤوليتهم. Mais un organe collégial qui doit fonctionner selon le texte qui le régisse. Il faut retenir simplement, après avoir écouté les uns les autres, je ne suis pas rassuré sur l'évolution du processus. Je voudrais rappeler que pour ce qui concerne le gouvernement, à chaque fois que nous avons été saisis par la CENI
يجب على الجميع القيام بمسؤوليته. Aux sollicitations CNI et du syndicat. S'il y a un retard aujourd'hui, c'est la responsabilité exclusive de vous, membres de la CNI et du syndicat. وأخيرا فقد دعا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أعضاء الهيئتين المكلفتين بعملية إجراء الانتخابات بالبلاد وخاصة السيني إلى مزيد من الترسيخ في المسار الديمقراطي بالبلاد بما يساهم ذلك في الشرعية الشعبية القوية لمختلف القيادات المنتخبة للقيام بدورها والعمل بإصلاحات لازمة للنهوض بالمجتمع كما وجههم إلى ضمان الشفافية والمصداقية في العمل بالتعاون مع كل الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية. مشاهدي الكرام، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الذي يترأسه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو درس مختلف المواضيع أهمها فتح الطرق للسيارات خاصة للمواطنين بالتنقل بين المدن بالإضافة إلى مواضيع أخرى والحالة الصحية في ظل فيروس كورونا. يلخص لنا هذا الاجتماع تقرير الزميلة زينب سليمان جبرين. هذا الاجتماع الذي ترأسه شخصيا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس لجنة إدارة الأزمات الصحية درس كيفية تكثيف التوعية في وسط المواطنين والذي سيسهم بلا شك في الحد من انتشار وباء كورونا بالبلاد. كما ناقش الاجتماع مختلف الآثار في شتى المجالات الصحية والتربوية والمالية والاجتماعية. الاجتماع كان بحضور الوزراء المعنيين الأعضاء باللجنة الوطنية لإدارة الأزمة الصحية، وحيث ركز الاجتماع حول مشاركة الشركاء الفنيين والتنمويين لا سيما للمساهمة مع الحكومة التشادية لمواجهة كوفيد 19. كما استمعت اللجنة لتقرير وزارة الصحة العامة بأن الوضعية الصحية لجائحة كوفيد 19 تحت السيطرة التامة، كما أشادوا بالدور الدؤوب الذي يبذله فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات الصحية. من جانبه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قال بأن شركاء البلاد قد تأخروا بالمعدات اللازمة لمحاربة الوباء التي تسهم بلا شك في وقف انتشار المرض، لذا يجب لوزارة التخطيط والمالي والخارجية الإسراع لجلب هذه المعدات الصحية. كما طلب رئيس الجمهورية وزارة الصحة العامة متابعة ومراقبة المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى لا ينتشر المرض في وسط الطلاب والمدارس. وفيما يتعلق بموسم الخريف والحملة الزراعية، طلب رئيس الجمهورية من وزارة الزراعة تسليم البذور والمواد الزراعية للمزارعين من أجل مزاولة عملهم الزراعي في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بالجانب السياحي، أكدت وزيرة السياحة بأن أزمة كورونا قد ضرت بجانب الفني والسياحي بشتى أنواعه، مطالبة الحكومة الوقوف مع الوزارة من أجل بدع السياحة والعمل للمساهمة في التنمية عبر السياحة والفن والمسرح. فقد أمر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لجنة الأمن والدفاع القيام بواجبها في جميع الأراضي الوطنية كي لا ينتشر الوباء. وفيما يتعلق بالسفر الداخلي المتعلق بحركة سيارات النقل الداخلي عبر الباصات، قال رئيس الجمهورية سيبدأ العمل يوم غد الخميس 25 يونيو 2020 في جميع الأراضي الوطنية التشادية مع احترام القوانين والإجراءات الاحترازية الصحية المتخذة من قبل الحكومة مثل لبس الكمامات وتقليل عدد الركاب وغسل الأيادي وغيرها من الإجراءات. مشاهدي الكرام، فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قام بزيارة إشرافية إلى البحيرة، توقف من خلالها إلى القائدة العسكرية في كل من باغاسولا كاغا كينغريا والمناطق المتاخمة للحدود مع النيجر. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وجه عناية القادة العسكريين خاصة في العمل من أجل التوفير والجهود خاصة اليقظة من أجل سد الطريق على تسلل الجماعات الإرهابية في أراضينا.
قام هذا الخميس فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية بجولة إشرافية على المواقع المتقدمة لقوات الدفاع والأمن على حدود بحيرة تشاد. الزيارة شملت كل من أنجوبوا وكاكا كنجريا وبغاسولا، حيث أعطى فخامته تعليمات صارمة للقادة العسكريين على اليقظة مع بداية موسم الخريف. وخلال جولته الأخيرة لبحيرة تشاد والمناطق النيجيرية والنيجيرية المحررة من قبضة جماعة بوكو حرام الإرهابية، وعد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية بأنه سيعود بعد شهر رمضان للإشراف على المناطق المتقدمة. وها هو فخامته يوفي بما وعد به، حيث كان في استقباله عند نزوله من الطائرة الهليكوبتر في كايغا كينجريا المنطقة العسكرية لعملية غضب بوما القائد العام للقوات المسلحة الجنرال بكر عبد الكريم وقائد منطقة العمليات بالبحيرة ونائبه، بالإضافة إلى المدير العام للخدمات الأمنية لمؤسسات الدولة. وأمام القيادات العسكرية يطرح القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية وكالمعتاد خريطة القيادة العامة في منطقة البحيرة، ويوجه القادة العسكريين بكيكا كنجريا، وعليه فقد أكد كل من قائد العمليات العميد محمد صيام ونائبه العميد موسى حوسى بأنه لا يوجد أي عنصر من بوكو حرام في الأراضي التشادية، لكنها تنشط في البلدان المجاورة. وقد جاءت تعليمات فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو لقيادة العمليات والتي ركزت على اليقظة والحذر وعدم الخوف. ومع بداية موسم الخريف فقد أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو بأن هناك فيضانات، فاجعلوا اليقظة سلاحكم الأقوى ولا تتركوا العدو يتسلل إلى أراضينا، قول فخامة رئيس الجمهورية. وأمر فخامته بإقامة خيم عسكرية وإزالة جميع الأكواخ التي بنيت من العشب. وعقب هذه التعليمات والتوجيهات توجه فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى نجوبوا القاعدة العسكرية الأخرى لقوات الدفاع والأمن الواقعة على حافة الحدود بين تشاد والنيجر. نفس التعليمات العسكرية من قائد له خبرته ومعرفته الكاملة بالتخطيط العسكري، كما وجههم إلى الحسم. وكانت التعليمات واضحة لقائد القاعدة رقم 2 في القوة المشتركة متعددة الجنسيات الجنرال محمد دادي كبير. وكانت بغاسولا المرحلة الثالثة والأخيرة لزيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث استقبله عند وصوله المنطقة حاكم ولاية البحيرة جنرال عباد ساير فضل والقادة العسكريين في المنطقة. وفور وصوله عقد اجتماعا إشرافيا عن المواقع المتقدمة للجيش الوطني التشادي على حدود البحيرة بحضور قادة التشكيلات العسكرية، حيث كانت التعليمات أكثر وضوحا، ركزت على عملية التناوب بين الجنود المتواجدين في البحيرة وألا تستخدم المركبات العسكرية لأغراض أخرى خاصة مثل عملية التنقيب وغيرها. كما أمر فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو بأن تتوقف هذه الممارسات على الفور والحفاظ على المعدات. كما أشاد القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو بشجاعة قواتنا التشادية البواسل المرابطين في البحيرة، وقال: إنني والشعب التشادي فخورين بكم وبكل الأعمال البطولية التي نفذتموها ضد الجماعات الإرهابية جماعة بوكو حرام. عقب ذلك مشاهدي الكرام التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو ببغاسولا، التقى مع مختلف القيادات العسكرية والتي حصلت على ترقيات بغية الجهود التي قاموا بها في مطاردة جماعة بوكو حرام الإرهابية. عدد من المسؤولين العسكريين رقوا إلى رتب عسكرية. بعد أن أنجزت مهمتها بإخلاص على حدود بحيرة تشاد وبحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو، تمت ترقية عدد من القادة العسكريين أمس ببغاسولا لقيامهم بعمليات ضد جماعات بوكو حرام بمختلف مسارح العمليات، سواء في الأراضي بدول الجوار أو في أراضينا. و
وذلك بقطعهم أسراب بوكو حرام وتشتيت أوكارهم، لأنها جماعة إرهابية متطرفة قاتلي الأبرياء، وذلك بفضل شجاعة قواتنا الوطنية، مما أدى إلى إيقاف زحف وتقدم بوكو حرام المجنون على حدود بحيرة تشاد، حيث أصبحت البحيرة في أمن ونظيفة من هذه الطائفة. وقد عبر فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو عن فخره بجنوده وقادتها العسكريين، وعليه فقد أراد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو تكريمهم على ما قدموه من مهمة وإنجاز بشكل جيد، حيث رفع الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الأمن العام والمحاربين القدامى اللواء محمد أبالي صلاح إلى رتبة قائد، كما تمت ترقية اللواء أبكر عبد الكريم داود ومحمد إدريس دبي إتنو، بالإضافة إلى ترقية كل من عمر دبي إتنو وطاهر يوسف بوي وتجاني إسماعيل صقر وصالح جمعة بوغرو وعبد الرحمن جمعة حربه وإسماعيل أبكر آدم وإدريس أمين أحمد إدريس ونورين علي نورين. أما العميد حسين داكو يحيى قائد القوات التشادية لدول الساحل الخمس المشاركة في عمليات غضب بوما، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو، كما تم ترقية حاكم ولاية البحيرة جنرال عباد ساير فضل إلى رتبة وسام الجنرال في السلاح التشادي. ومن هنا نستطيع القول بأن قوات الدفاع والأمن التشادية أنجزت ما عليها من مهمة بأمانة وإخلاص في حدود بحيرة تشاد، حيث نشرت السلام لسكان البحيرة، وأن أفضلية هذا التدخل العسكري المتميز يرجع فضله لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية الذي قضى أسابيع في بحيرة تشاد وقاد من خلالها العمليات العسكرية ضد بوكو حرام، مما أدى ذلك إلى طردها من بحيرة تشاد. مشاهدي الكرام، وخلال جلستها اعتمدت الجمعية الوطنية بمختلف النواب البرلمانيين اعتمدوا قرارا وموضوعا وقانونا ينص على ترقية فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو ورفعه إلى مارشال. هذا يلخص لنا هذا التقرير. بإجماع صادق نواب الجمعية الوطنية على تقرير يتعلق ببناء نصب تذكاري للجنود الذين استشهدوا في معركة غضب بوما في 23 من شهر مارس الماضي، حين هاجمتهم جماعة بوكو حرام الإرهابية على حين غفلة، ما أسفر الاعتداء الغاشم عن استشهاد عدد من الجنود البواسل. التقرير الذي تقدمت به لجنة السياسات العامة والمؤسسات والشؤون الإدارية والقضائية تجيء المصادقة عليه وفق ما تضمنه بعد قيام رئيس الجمعية الوطنية وعدد من النواب بزيارة إلى ولاية البحيرة، حيث يتمركز الجنود البواسل في طليعتهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو القائد الأعلى للقوات المسلحة. النصب التذكاري الذي اتفق على إنشائه لاقى ترحاب الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن الفريق محمد أبالي صلاح، الذي حي النواب على بادرتهم وقال إنها تترجم تقدير النواب للقوات المسلحة ولمن استشهدوا في غضب بوما وهم يقارعون الإرهاب. شاطرته في الترحاب الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور، وتقرر أن تنقش في النصب التذكاري الذي سيشيد في منطقة بوما أسماء الجنود البواسل الذين استشهدوا. ووفق ما ورد في التقرير فقد تم تكليف رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي بمتابعة تنفيذ المشروع إلى حين كشف النقاب عنه رسميا. جلسة البرلمان العللية شهدت كذلك المصادقة بإجماع على مقترح تقدم به النائب الخامس لرئيس الجمعية الوطنية عمر بن داود. المقترح ينص على ترقية فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رتبة مشير بعد تضحيته الكبيرة التي قدمها على الصعيدين الوطني والقاري ومشاركته شخصيا في معارك تطهير البحيرة ودول الجوار من الإرهاب المستعصي فيها لسنوات. نال فخامة رئيس الجمهورية هذا الاستحقاق بعد مطالبات شعبية عريضة على المستويين الداخلي والخارجي أثناء مكوثه في ولاية البحيرة، وهو يطارد الإرهاب حتى داخل أراضي الدول المجاورة غير عابئ بمسألة أمنه الشخصي، حينما يتعلق الأمر بمساس استقرار وطنه ومواطنيه.
وهي إشادات رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ علي كولوتوشيمي. وبعد الإجماع من نواب البرلمان قال رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي إنما يقوم به رئيس الجمهورية من تضحيات جعلته جديرا بهذا الاستحقاق حتى في أعين خصومه، وما قام به البرلمان اليوم تلبية لمطلب شعبي ينادي بإيفاء حق رئيسه الذي يسهر في وعور المخاطر لينام شعبه في الأرائك الناعمة، أن هذا اليوم يعد يوما محركا للمشاعر. ضيف حلقتنا مشاهدي الكرام هو السيد كودي محمد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي تحدث لنا عن أهم ما قامت به اللجنة منذ لقائهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وتوجيه عنايتهم للعمل من أجل تقديم جدول للانتخابات بالبلاد. فقال: المعلومات دي شيء مهم مرة واحد، السكان كان ما برقوا معلومات الحقيقي بماذا حصل في مسير حن الانتخابات، فتدخل فيه توشوش. عشان كده مجيكم ده كويس للعالم للمواطنين كله. أنينا الأخرانا شيء بسيط وعميق، بسيط ماله، نحن جاهزين ل 13 ديسمبر ده لسه بيجي ده نسوي انتخابات الليجيسلاتيف، معناه اللي بتخص ممثلين الشعب يعني الديبيتي. لكن بالعصف قاعدين في تجهيزات، جانا المرض اللي بقول لها كورونا فيروس. المرض اللي بقول لها كورونا فيروس ليه أخرانا؟ أخرانا لعشان نينا وقت داك وقعنا اتفاقية مع أوبراتور دا في أولندا طيبة. الناس اللي يجي يوقعوا لنا النظام البيومتري، لو هي دي ما بقت ما فيش إلكسيون. عشان كده جونا أمر 4 أيام، وفي الواجب يجي يسوي شهرين معانا. يوم جو سوى 4 يوم حصل لنا الفيروس دي، خلاص خدار فكرنا ده كله نقلهم ودهم رجعوا في بلدهم. أنين هني وهم من هناك، الخدمة ولا تبقى بالتالي. هبدك بفيزيو كونفرنس نواصلوا معهم ندوم معلومات، وهم كلها بشول مننا عشان نقول نسوي دليلك الكيت. نحن نمشي نأكد كل كيت الهسه جاهزات ده، هل الكيت ده فانكشنال ولا ما فانكشنال، يعني تستعمل كويس ولا ما تستعمل كويس اولا. ثانيا هل الابليكاسيون ده مع اللوجيسيالات ده موافق بحقائقنا هنا او لا. دي شيء الاخران عشان نحن ما قدرنا ماشيين، هم ما يقدروا يجوا. وانينا ما دام ما مشينا الكيد ده كان ولو هم جاهزين ما يقدر يجي، عشان في الكونترال عملنا لازم نحن نكون هناك، لازم نحن نكون هناك ما بقي. هسه الحمد لله عندما اتصلنا مع الرئيس الدولة قال لنا الحكومة تعمل يعني كل الجهد عشان تشيل لنا كارغو، تجيب لنا الأجهزة هنا الكيد، لكن المطار لسه ما فتحت وكلنا منتظرين كده، بكل صراحة منتظرين. وشيء ده بيقول لنا قاسي. شيء آخر تعرفوه، الانتخابات يوم 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 بأخرنا شنو؟ بيجي فترة واحدة ندخل خريف. الخريف بعد الأشياء ما يبقى في الميدان، خاصة في جنوب و سانتر اس جي بي ده، بعد الشروط لا تتطبق. المي كان سب ده ما نقدر، مثل الانرولمان شنو ده ما نقدر نصوم. وشيء مهم الدات اللي قال لازم نحترمه، بعد الاكتيفيتي النشاطات وهذا ده بقول لك 90 انا الا 20 يوم
ده بيقول لك 15 يوم، ده بيقول لك 45 يوم قبل تكون فوق. يعني ده كل الدات ده يكون دات ليجال، ما نقدر نتوم. كان خلونا صرر بس ماشيين، ده يمكن انتهينا بدري، لكن الدات ده بتاخرنا، والدات ده ليجال ما نقدر نتوم. انينا من جينا هني ناس يعني بهجوا مساكين، بهجوا والله نشوفهم مساكين بهجوا، بس أنا ما عندنا استقلال. ده نادم كي جاء قال لنا سودا مات سودا، ده ما في أبدا من كل الجيئة. ليه دورنا نحن شنو الإمكانيات؟ الإمكانيات الحمد لله الحكومة وفرت لنا، وفرتها عيب ما عندها. ما نمشي البيت إلا ساعة أربعة أربعة ونص، فلان نام تعال عندنا كنا نسوق، فلان نادم نشاور في خوام ده، فلان يا اخي مباكر ده تعالوا نلمه عشان مشكله كده خلينا نهلو. علينا قاعدين دي الا في نظام هنا اتفاقيه يعني ليه عشان الخدمه، حتى الخدمه ده شغل هنبول لنا نحن. وما نقول لك ما فيش مشاكل، الانسان قاعد ده اثنين ثلاثه دي يكون طرف بدور ان يكون عندهم مساله اخر انينا ما بنعرفه. المهم انينا ده ما لمانا، انينا ما نشوف الا الخدمه اللي قدامنا وماشيين فوقها. والناس كان يخلهم يهجوا، انينا شغلنا الخدمه ولا. وان شاء الله الانتخابات يبقوا، انتخابات ده يبقوا لايه؟ عشان يوم دمينا مع الرئيس ادانا يونسمين، معناه اسبوع واحد نجهز الكرونوجرام الجديد على حسب الحال اللي تستمر. الكرونوغرام نهنا امس ودينا يمكن خمس يوم بس سبع يوم ما تم جهزنا طبقنا ودينا. ايوه ونود للاعتزازات للسي ان دي بي ده بس الانين شغالين معاهم عشان اي عضو هنا انا سيني خارج من بارتي بوليتيك من الاحزاب، وبتشمل الاحزاب الا السي ان دي بي. عشان كده كل خدمه النسوده الاحزاب السياسيه ده لازم يقتنوا منا قبل نحن نطبق الباقيات. لو ما فعلوا ذلك فنحن ننتظر عشان القرار يكون عندهم، القرار السياسي هم المقتنعين يقول لنا يلا امشوا ده نمشوا فوقه هكذا. لكن انينا خدمتنا كاسيني شخالين بدون صعوبات. ما نتذكر خدمه انطونا ولا قلت لهم تعالوا نخدموا نادم ما جا كده، انا ما شفته. وفي ده فرصه لي عشان نشكر زملائي اللي قاعدين نخدمهم امس في الليل. والله كان اقول لهم يا اخي تعال لينا كده طوالنا نجي نلم ونشتغل عشان شغل ده ايرجن هكذا. بهذا مشاهدي الكرام آتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي نافذة الرئاسة، هذا البرنامج الذي طرح عدة مواضيع متعلقة بالأمن وبالانتخابات بالإضافة إلى مواضيع أخرى. مشاهدي الكرام ألقاكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله.